أدوار هي جمعية درس موسيقى مجان للفئات اللي ما عندهمش إمكانيات. تأسست في أوت 2016، دونك سنة الموسم الرابع. عندنا زوز فروع، فرع في تونس تحل من 2016، وفرع في الكيف تحل من عام ناول 2018. عندنا توا قرابة 80 تلميذ ما بين تونس والكيف. عندنا آلات العود، الجيتار، الفيولون، الباتري، ساكسوفون، بيانو، وسنة زدنا زوز آلات، آلة الفيولونسيل وآلة الكونتر باس. أدوار لازمها تكون في أحياء شعبية، معناتها خاطر الفئات اللي حاشنا بيهم هما الفئات هذوك، معناتها دونك بدينا من الأول في الحي الصيدا بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان. اسمي أيوب طبوبي، عمري 15، بديت أدوار عندي 3 سنين، معناتها هذا العام الرابع. تديت أنا اخترت الباتري، شفتها آلة إيقاعية وباهية، معناتها فيها برشا حس وروك وجاز، حبيت ندخل فيها نكمل فيها. اسمي هدى حمروني، عمري 19، بروميير أني بلاستيك في البوزار تونس، ودوزيام أني ساكسوفون في أدوار. إن فيت ساكسوفون سيتي با مون بروميير شوا، معناها من الأول دخلت على الجيتار. بعد لي بروف الكل ومدام ليم قالوا لي اعمل ساكسوفون خير، كسحت راسي شويه من اللون. بعد لقيت روحي اللي نحب على الساكسوفون وبديت ساكسوفون. السلام، اسمي نسرين، عمري 17 سنة، عندي نقرا دوزيماني في ادوار، نعزف فيولون. بعد ال5 سنين متاع التدريس نحاولوا نوجهوا التلامذة اللي يحبوا يكملوا جوستمون يواصلوا القراية. عنا ديجا بدينا بتجربة صغيرة مع زوز تلامذة من أدوار اللي مغرومين بالغناء، عدوا يزون باسي اون اوديسيون مع الأوركستر سيمفونيك تونيزيان وتقبلوا توا هما في الكور دو الأوركستر سيمفونيك تونيزيان. كلمتنا مشينا لمدينة الثقافة باش تشوف اصواتنا وكل شيء، ومن بعد قالت لنا راهي قبلتكم، فرحنا برشا وعملنا معهم الافتتاح تاع ايام قرطاج الموسيقيه. معناتها نحب نولي باتور، معناتها كي نكبر نحب نولي عازف مشهور، معناتها نعزف في برشا دي تياتر، معناتها كبار. نحب نتعرف زاد على بروفي دي بروف باتخي من البلايص الاخرين، امريكا وبلجيكا. نحب نقرا في فاكولتي نتاع الموسيقى، نحب ان شاء الله نطلع فيولونيست كبيره. ادوار هنا حتى كي فامي، معناها في سكون كونسيرفاتوار، دونك اي نحب نكمل في ادوار، كي نقدم بالكدا في الانسترومون وكل نجم نقري يولي عندي نيفو نتاع انسينيمون. اي نحب نقري في ادوار، كي نتكمل كان نقري هوني ونقري بلاش. اون اكتيفيتي مكلفه، دونك مالوغوزمون ما نجموش نكملوا من غير فلوس، دونك نحاولوا نعملوا على لي دون نتاع لي فان نتاع ادوار، على لي بايور دو فون. فما غالا دو شاريتي باش تعملوا الفنانه عايده نياتي لو 30 نوفمبر في المركز الثقافي المنزه السادس، وباش تكون فيه مفاجاه العرض هذايا، خاطر لي زادواريت باش يغنيو اول اغنيه تلحنت الادوار، وعائدات الحفل هذايا باش يرجعوا للجمعيه.